لكن الكل ينتظر هذا الخبر أنه هشام عبود منذ يوم الخميس انقطعت جميع أخباره بمجرد أن غادر فرنسا في اتجاه إسبانيا. كان هشام عبود كنت آخر من كلمه في وهو في المطار، تواصل معي وكان في المطار بصدد السفر إلى إسبانيا، وأخبرني أنه في المطار ومسافر، وقال لي عندما أصل إلى إسبانيا سوف أتواصل معك. بعد ذلك انقطعت جميع أخباره، يعني عادتنا صباحا نتواصل أو عن أقل حتى رسائل صباحية ولا أي شيء من هذا القبيل، حتى اتصلت بنا الحاجة زوجته حفظها الله وهي قلقة جدا، وعرفنا بأنه عندما وصل إسبانيا كلمها وهو قد غادر المطار، ومن لحظة مغادرته كان بصدد أخذ سيارة أجرة، ومنذ تلك اللحظة انقطعت جميع أخباره إلى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم. لا هواتف ترد، مغلقة جميعا، معه 4 هواتف، يعني حتى واحد ممكن يسرق له تليفون أو ممكن يبقى تليفون، ولا أي شيء، انقطاع تام للأخبار منذ مساء يوم الخميس. مرت الجمعة واليوم السبت الآن مساء، الآن تقريبا 48 ساعة لا خبر عنه. أنا أعرفه منذ 20 عاما، لم يحدث يوما أن أغلق هاتفه إلا إذا كان في طائرة أو شيء من هذا القبيل. وبخصوص هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف وليد كبير الناشط السياسي والحقوقي الجزائري. أهلا ومرحبا بك سيد وليد. أهلا وسهلا. بداية، هل هنالك أي معطيات جديدة بخصوص اختفاء الناشط السياسي والحقوقي الجزائري هشام عبود؟ للأسف لحد الساعة لا جديد حول اختفاء الصحفي والكاتب الجزائري في هشام عبود، الذي يعني منذ الخميس، منذ مساء الخميس 17 أكتوبر كل هواتفه مغلقة، لا تواصل لا مع عائلته ولا مع أصدقائه. زوجته التي أكدت أنه آخر تواصل معه كان عقب وصوله إلى مدريد إلى إسبانيا قادما من فرنسا، لكن بعد ذلك لا وجود أو انقطعت أخباره للأسف لحد الساعة. ونحن لا نعلم هل تم توقيفه من قبل الشرطة الإسبانية، هل تم اختطافه، هل هناك أمر آخر. نسأل الله أن نراه قريبا، لأن هشام عبود أحد الأقلام الجزائرية الصحفية الحرة، هو ليس بمجرد صحفي عادي، يعني هو إنسان معروف أنه ينتقد بشكل لاذع النظام الجزائري وينشط بشكل كبير عبر منصاته بوسائل التواصل الاجتماعي. يعني هشام عبود تقولون أنه سافر عبر الطائرة من فرنسا إلى إسبانيا، هنالك فقد أثره حسب ما قالت زوجته، هل تأكد فعلا أنه اختفى بالأراضي الإسبانية؟ يعني هل هنالك احتمال أن يكون قد غادر التراب الإسباني؟ حسب زوجته، آخر تواصل معها كان أثناء خروجه من مطار مدريد، يعني الاختفاء كان في الأراضي الإسبانية. لحد الساعة هل هو متواجد الآن بالأراضي الإسبانية أم غادرها؟ الله أعلم، لكن المؤكد على أنه وصل إلى إسبانيا، إلى العاصمة الإسبانية مدريد مساء الخميس 17 أكتوبر قادما من فرنسا عبر رحلة جوية. يعني رغم البحث في المستشفيات، رغم البحث في الدوائر الأمنية الإسبانية، لم تسفر هذه الأبحاث بعد عن أي مستجد، وكما ذكرتم اختفى منذ 3 أيام، يعني منذ مساء الخميس. برأيك ما مصير اختفائه؟ يعني ما هي السيناريوهات الأكثر احتمالا لهذه الواقعة؟ وهل هنالك جهة معينة قد تكون مسؤولة عن هذا الاختفاء؟ احنا نتمنى انه يرجع ان شاء الله سالما معافى، لكن فرضية الاختفاء او الخطف واردة، والجهة اللي يعني في حالة انه تأكد اختطافه الجهة معروفة، وهو النظام الجزائري الذي يعني يتابع او يتتبع اثر معارضيه ومنتقديه من الجزائريين المتواجدين خارج الوطن. وبالتالي
في حالة التأكد من ذلك فهذه جريمة، و يعني النظام الجزائري يتحمل المسؤولية إلى جانب تحمل المسؤولية من قبل السلطات الإسبانية. لحد الساعة لا حديث رسمي من جانبها حول يعني مكان، يعني أين يوجد هشام عبود. وطبعا النظام الجزائري اللي معروف بسجلاته السوداء في اغتيال المعارضين في تتبع أثرهم، النظام الجزائري اغتال محمد خيدر الأمين العام السابق لحزب التحرير الوطني في مدريد، اغتال العديد من المعارضين على الأراضي الفرنسية وفي ألمانيا وزير الدفاع السابق والحكومة المؤقتة الجزائرية كريم بالقاسم. يعني هذا ما هوش أمر جديد على النظام الجزائري. ما يعني هل يمكن أن يكون للنظام الجزائري يد أو مصلحة في هذا الاختفاء، خصوصا وأن آخر فيديو لهشام عبود تحدث فيه عن محاولة استهدافه من قبل جهاز المخابرات الجزائري؟ يعني هل يمكن أن يكون لهذا الفيديو أي صلة بهذا الاختفاء أو بهذا الاختطاف كما ذكرتم؟ لماذا تذكرون اختطاف وليس اختفاء؟ لأن فعلا هشام عبود كان تكلم في آخر فيديو في القناة نتاعه عن محاولة استهدافه من قبل جهاز المخابرات الخارجي. و يعني أنا ما نتمناش أنه يكون وقع، لكن هذا احتمال وارد أنه يكون تم اختطافه من قبل جهاز الأمن الخارجي الجزائري، اللي طبعا كما قلت لك يتتبع أو يتقطع أثر كل المعارضين، لأنه ينزعج كثيرا من كتاباتهم ومن فيديوهاتهم ومن انتقاداتهم اللاذعة له في سياسته الفاشلة على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. ما نتمناه أن يظهر هشام عبود سالما معافى، ومن هذا المنبر نعبر عن تضامني المطلق مع أسرته ومع محبيه، ومتأثر بشدة لما وقع له لحد الساعة، ونتمنى إن شاء الله أنه يظهر بشكل سريع وأن تنتهي هذه القصة بسلام. لأن فعلا هشام عبود كان تكلم في آخر فيديو في القناة نتاعه عن محاولة استهدافه من قبل جهاز المخابرات الخارجي. و يعني أنا ما نتمناش أنه يكون وقع، لكن هذا احتمال وارد أنه يكون تم اختطافه من قبل جهاز الأمن الخارجي الجزائري، اللي طبعا كما قلت لك يتتبع أو يتقطع أثر كل المعارضين، لأنه ينزعج كثيرا من كتاباتهم ومن فيديوهاتهم ومن انتقاداتهم اللاذعة له في سياسته الفاشلة على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. ما نتمناه أن يظهر هشام عبود سالما معافى، ومن هذا المنبر نعبر عن تضامني المطلق مع أسرته ومع محبيه، ومتأثر بشدة لما وقع له لحد الساعة، ونتمنى إن شاء الله أنه يظهر بشكل سريع وأن تنتهي هذه القصة بسلام.